السلام عليكم احبائنا متابعينا الكرام. ان شاء الله في هذا الفيديو راح نتحدث فيه على طريقه تطبيق ميتيور ديس اللي في مارموريزاتور. كما هو واضح لكم هنا في الفيديو، هنا قمنا بتطبيق ميتيور ديس اللي في مارموريزاتور لا ريفيرونس 159. ريفيرونس 159 واش ندير فيها اخواني؟ فيها طبقتين ديسابيلاتور سوفت ارجون 100 كول 479، وضعناها على طبقتين اللي هي الخلفيه السوداء نوار، ومن بعد درنا لا صبيلاتور سوفت ارجونتو يعني 449 سي اللي هي هذه البيضة. تابعوا معنا في الفيديو ان شاء الله راح نفوتوا على المراحل وطرق تطبيق هذا النوع. كما سبق وقلنا اخواني، دائما بعد ما نحطوا البريمير ميل دو سون اللي هو مثبت خاص بعجينة ميتيور ديس، خليه يجف حوالي 4 ساعات حتى 8 ساعات على حسب درجة الحرارة التي متوفرة في مكان العمل. نضع إخواني العجينة بالطريقة الموضحة في الفيديو، يعني كما نقوله بالطريقة الدياغونال، يعني في شكل الموتيف لكي لا تخلق لنا صعوبات. كما وضحت لكم الآن الفيديو، البلاصة اللي تخلص فيها لاباط نكرازيوها، يعني نقصوا لا شارج منها، نفاصيو. علاش؟ لانه من بعد كي نعاودو نحطو قد بجنبها راح يجي المكان هذاك مرتفع وراح يخرج لنا بما يسمى الراكور. كيما راني نقول لكم اخواني، الاشاره هنا لازم نخدمو بالدياغونال. شوفوا معايا في الفيديو مليح، راني قاعد نخدم دياغونال في الشكل تاع الموتيف. بعد ما نعمل مساحة حوالي متر أو نصف متر مربع، نقوم يعني عمل الموتيف باستعمال الأداة الموضحة في الفيديو والمعروفة بلابروس أكازون. كما راكم تشوفوا إخواني، على قد ما تكون لا شارج تاع العجينة على قد ما الموتيف راح يجي خشن ويبان ويعطينا منظر مليح. شوفوا اخواني واش راح نوضح لكم لهنا، المنطقه اللي التقت فيها العجينه اللي حطيتها جديده والعجينه القديمه. ثم اخواني من الاحسن ان نخدموها بالموتيف باش ما يخرج لناش الراكور. كما راكم تشوفوا اخواني، راني نخدم في الموتيف دياغونال. هو طريقه يعني طريقه عشوائيه، يعني انا شخصيا نحب نخدم الموتيف عريض يعني باش يعطيني تاثير المارموريزاتو، يعني تاثير الرخام. بعد ما نخليو العجينه تجف حوالي 4 دقائق حتى 5 دقائق خاصه لما يكون الجو حار مثل هذه الايام، نقوم بعمليه الرش. كما راكم تشوفوا ما نساوش انه ثاني نبخو لا ليساز يعني لكي لا يعني نفسد الموتيف. نرشوا العجينه ونرشوا شويه ثاني لا ليساس اخواني الحرفيين. كما اشرت لكم في الفيديو، المكان اللي يلتقي فيه يعني العجينه اللي خدمناها من السابقه والعجينه اللي خدمناها حاليا، سبق وقلنا نخدموها بالموتيف، ثم اخواني نسي ان نضغط شويه على لا ليساس. ما نحاولوش يعني نكثروا الماء بزاف يعني في مكان واحد باش يخرج ما يخرجناش اثار سيلان الماء اللي راح من بعد ياثر علينا في السوفت. طريقة سهلة وبسيطة إخواني، طلعوا ونهبطوا يعني في اتجاه الموتيف.
هنا إخواني مباشرة يعني قاعد نشرح لكم طريقة تطبيق يعني الطبقة الثانية الخاصة بصابيرا دارسوفت. لنا إخواني كما قلنا لا ريفيرونس اللي خدمناها سي لا ريفيرونس 159، يعني الطبقة هذيك السوداء هي عبارة عن طبقتين صابيرا دارسوفت أرجونتو كول 479 أ، خدمناها بنفس الطريقة اللي راني نخدم فيها الآن. بعد ما نخليه الطبقة هذه جف إخواني الحرفيين على حساب درجة الحرارة، دائما نقولوا ما بين 4 حتى 8 ساعات، نضع الطبقة الأخيرة هذه اللي عادة ما تكون داخل التعريق، هي صابيرا دارسوفت أرجون كول 449 سي 449 سي، ونمسح إخواني الحرفيين بالطريقة الموضحة. نحاولوا يعني نخدموا مساحة صغيرة بما يجف الناس بسرعة، وما ننساوش انه ايضا نبدلوا الماء، يعني ما نبقاوش نخدموا بنفس الماء. كما شفتوا اخواني في الفيديو طرق تطبيق يعني سهلة وبسيطة، ما عليكم الا يعني احترام شروط التطبيق ومراحل التطبيق يعني خطوة بخطوة، ان شاء الله تتحصلون على النتيجة المرضية اللي راه ترضيك انت وترضي الزبون. نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرى. تحياتي لكم، السلام عليكم. في الأخير نقدم لكم بعض المعلومات إخواني الخاصة بمنتوج ميتيور ديس. على سبيل المثال البريمير ميت دوسون نقدروا نزيدوا له ما بين 15 حتى 20% من نسبة الماء، يعني روندمون تاعو يعني ما بين 8 حتى 10 متر مربع بطبقة واحدة، يعني على يعني سولون لا كاباسيتي يعني دابسوربسيون تاع لو سيبور تاعنا. بما يخص العجينة تاع الميتيور ديس يعني في الليتر واحد يعني مشينا حوالي متر متر ونص على حساب يعني لي سيبور ليس. صابيرا دارسوفت الليتر تاعو اخواني تمشي ما بين 14 حتى 16 متر مربع على طبقتين. دون ان ننسى اخواني يعني لا تمبيراتور دو بوز، يعني درجة حرارة وضع منتوج ميتيور ديس هي ما بين 10 درجات الى 30 درجة مئوية. نشكر إخواني الحرفيين على المتابعة، ونلتقي إن شاء الله في فيديوهات أخرى. السلام عليكم.